السلام عليكم طلبة وطالبات الفرقة الخامسة، كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله كده ربنا يعد الأيام بخير وربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا بإذن الله. النهاردة ان شاء الله هنستعرض موضوع بسيط جدا، هو عبارة عن two case scenarios لحالات يعني ممكن جدا بنشوفها في البراكتس، ممكن جدا جيلك حاجة شبه كده في الإجزام. نعرف بس الهدف ان احنا ازاي نفكر في الحالة وازاي اوصل لدايجنوزز واجاوب على الاسئلة بتاعتها من الداتا اللي موجودة عندي. الحالة الاولى اللي هنستعرضها: A 59 years old man presented to the outpatient clinic for evaluation of abdominal swelling and abdominal discomfort, which had developed over the previous 2 months. He also reported a yellow discoloration of sclera of 1 month duration. He denied recent fever, hematemesis, melena, chest pain, or dyspnea. He reported a history of an operation for appendectomy 30 years ago. He denied any history of intravenous drug abuse or blood transfusions. He was taking no prescribed medications. هو اول حاجه انا لما اقرا حاجه زي كده، حاله جايه مثلا في الاكزام، اول حاجه لازم اشوف ايه الداتا البوزيتيف اللي عندي، اجمعهم زي ما انا عامله كده، عملت لك كلهم، عملت كلهم هايلايت بالاحمر عشان يبقى عارفين الحاجه البوزيتيف عندي كلهم في الايه في البيشنت، تمام. والحاجه الثانيه برضو الحاجات النيجاتيف لازم اقراها كويس، لان هو قايل لي انها كده عشان اكسكلود حاجة معينة، فلازم برضو انا خلاص جمعت العيان ده فيه كذا وكذا وكذا وكذا، اروح اقول طب ده ما عندوش كمان كذا وكذا وكذا وكذا، وما عندوش غير دول، اذا ده يساعدني ان انا اعمل اكسكلوجن لاسباب معينة وان انا افكر في حاجة معينة. طبعا الصورة هتتضح لما نكمل لسه الاكزامينيشن ونكمل انفستيجيشنز، بس عموما انا بقى من البداية وانا بقرأ اجمع البوزيتيف كده قدامي واشوفه ايه هو، ونيجاتيف ببص فيه ليه، لان هو طبعا تو اكسكلود اذر كوزز، تمام. طب البيشن ده اول حاجه طبعا 59 years old، وعلى فكره الايج برده من الحاجات بتبقى مهمه جدا في الحالات برده، تمام، مهمه قوي ابص فيها. 59 years old وده ميل بيشنت، البرزنتيشن بتاعه ايه؟ ابدومينال سويلنج وامد ديسكومفورت، لسه انا ما عرفتش من الهيستوري سويلنج ده يطلع ايه وايه قصته، وجاست ديسكومفورت، مفيش بين محدد، هو ديسكومفورت ممكن يكون عشان السويلنج نفسه. كمان معاه ايرج ديسكولريشن اوف سكليرا، طبعا دي لما هعمل اكزامينشن هقدر اعرف الايرج ديسكولريشن ده جوندس ولا حاجه ثانيه. ما اقدرش اقول في الهيستوري جوندس ابدا، لاني ما اقدرش اقول في الهيستوري جوندس عشان ده حاجه ساين كلينيكال ساين لازم اشوفها بعيني، ما ينفعش خالص باي حال من الاحوال اقول ايه اقول جوندس. يبقى هو بس الهيستوري الالوني هو في يلوش ديسكولوريشن اوف سكليرا، تمام، كان من شهر. طبعا الابدومينال سويلنج ده ديفولبد اوفر 2 مانثز، يعني قصه كانت جرادوال وقصه كانت بروجريسيف، تمام، ما كانتش حاجه اكيوت اونست، لا ده في خلال شهرين بدا يتجمع السويلنج ده لحد ما بدا يعمل ديسكومفورت وبدا يدور عليه. السكليرا ديش ديسكولوريشن كان بقاله شهر، يعني بعد ما بدا السويلنج ده معاه تقريبا بشهر. الحاجه البوست بالثانيه ان كان عامل اوبريشن فور ابندكتومي من 30 سنه، دي مهمه، مهمه جدا احطها بعيني. اوبريشنز دي ممكن تبقى ريسك فاكتور للترانسميشن لديزيزز، فعشان كده مهمه قوي ان انا ابقى حاططها في بالي. طيب الاكزامينشن بتاعه: vital signs upon presentation included a temperature of 37 degrees centigrade, pulse of 86 beats per minute, blood pressure of 120/80 millimeter mercury, and respiratory rate of 13 cycles per minute. يعني vital signs كلها كانت كويسه، ما فيش فيفر ولا اي حاجه ولا تاكيكارديا، كل vital signs كانت نورمال، تمام. Physical findings included drowsiness and jaundice. البيشنت كان دراوزي، وشفت بقى بالاكزامينشن انا كونفيرمد ان اللي عنده ده جوندس، تمام. His abdominal examination revealed a diffuse مش localized ونون تندر، مفيش تندرنس، ابدومينال انلارجمنت، يبقى الابدومين كلها كانت ديفيوزلي انلارجد وذ نون اكتف باول ساوندز، مفيش حاجه في الباول ساوندز بتاعته كويسه. ذا ليفر واز نوت بالبابل، مش حاسس الليفر، بس في معلومه مهمه جدا ان الابر بوردر في السكس انتركوستال سبيس في الرايت ميد كلافيكولار لاين. طب المعلومه دي مهمه قوي، هتفرق معايا في الحاله، هتفرق معايا جدا، لاني البيشنت انا صحيح مش حاسس الليفر، بس زي ما قلنا قبل كده كتير ان مهم جدا حتى انا لو الليفر ده مش بالبابل في الاكزامينشن بتاع البيشنت ادور على الابر بوردر اوف ذا ليفر، لان انا بعمل حاجه بعمل سكان للسبان بتاع الليفر قد ايه. الطبيعي ان هو يكون فين؟ في الفيفس انتركوستال سبيس رايت ميد كلافيكولار لاين. لما الاقيه في السكس انتركوستال سبيس يبقى ده معناه ايه؟ وهو مش بالبابل، يبقى ده معناه ايه؟ لان انا لو لقيته في السكس ولقيته بالبابل يبقى ممكن يكون توزد شويه، لكن لا ده هو في السكس انتركوستال سبيس وانا مش حاسه، ده معناه ان السايز بتاعه قل شويه، يبقى ده معناه ان البيشنت ده بدا يخش في شرانك الليفر. طب دي ليها اهميه في الحاله؟ طبعا ليها اهميه كبيره جدا. طيب السبلين was not palpable
وكان في كمان بيتنج إديمة في اللور إكستريمتس، كان معاه لور ليمب إديمة، بيتنج لور ليمب إديمة، وكان في جوندس في الجنرال إكزامينشن بتاعه، كان في جوندس ولور ليمب إديمة، وكان دراوزي تمام، وكان في الأبدومينال إكزامينشن كان في ديفيوز أبدومينال إنلارجمنت ده تمام، وكان في شرانكن ليفر. كده بتهيألي الموضوع بدأ يوضح جدا، يعني كده الداتا دي بدأت توضح لي يا ترى البيشن ده ممكن يطلع إيه. His admission laboratory values revealed serum creatinine normal. هو انا برضو عامله الحاجات الابنورمال بالاحمر عشان تبقى الامور سريعه واضحه. الالبوم بتاعه طبعا، لكن انت في الامتحان مش هيبقى كده، يعني في الامتحان انت هتدور على الداتا وانا مكتوب النورمال رينج كان بكل حاجه، وهتعرف اذا كانت دي كويسه ولا لا. الحاجات اللي كانت طالعه ابنورمال السيرم البومين كان قليل 2.4، التوتال بيلروبين كان عالي كان 7 ملي جرام، والبليتليتس كان فيه ثرومبوسايتوبينيا، والباراسينثيسيس بتاعه كان فيه، والوايت سيلز كاونت بتاعها كان كويس، بس الفكره التوتال بروتين بتاعه 1.5 جرام بير دي سي لتر. يبقى انا هنا قدام ايه؟ استك فلويد اللي موجود عن الباراسينثيسيس ده، ده معناه ايه؟ طالما اتعمل قال لك باراسينثيسيس ده يبقى احنا ايه، يبقى ده طلع ايه، يبقى العيان ده فيه ايه، اسايتس تمام. يمكن ما قلناش في الابدومينال اكزامينشن، الاكزامينشن بتاع الاسايتس ان انا ممكن اسالك عليه بعد كده، لكن هو طالما قال لي باراسينثيسيس يبقى ده معناه ايه، خلاص ان في اسايتس تمام. كان في ايه الوايت بلاسز كاونت بتاعته 70، وكان في نيوتروفيلز 26%، يعني كان الكاونت بتاعها كويس، والتوتال بروتين 1.5 جرام بير ديسيليتر. يبقى ايه ده استك الاسايتس ده نوعه ايه، نوعه ايه ترانسيوتد. هو المفروض هنا كنا اقول ابدومينال باراسينثيسيس، طبعا انا ما قلتش باراسينثيسيس منين، بس كان في ايه الابدومينال باراسينثيسيس، يعني ده اللي اتعمل للعيان يعني تمام. طيب يبقى قلت كريات كويس وجلوكوز كويس، مهم ان انا اشوف الكريات والجلوكوز، لان قال لي العيان ده دراوزي، فالدراوزي ده ممكن يكون سببه ايه، ممكن يكون هايبوجلايسيميك كوما، ممكن يكون يوريميا، مش عارفه ايه، فانا لازم اتاكد ان حاجات كلها روتين لاب بتاعت العيان كويسه تمام. الحاجات الابنورمال بتاعتي الالبومين والايه والبيلروبين، اي ال سي اي اس تي والاي ال تي كويسين، ده معناه ان العيان ده مفيش حاجه اكيوت، مفيش اكيوت هيباتايتس. الالكالين فوسفاتيز يعتبر نورمال، اعلى من النورمال حاجه بسيطه قوي، معناه ان العيان ده مفيش ايه كوليستيزس. مهم قوي الحاجات دي تو اكسكلود، ان هو قال ان عنده جوندس والبلوبين بتاعه 7 بس الكالسيوم بتاعه كويس، اذا هو مش ايه مش كوليستيزس تمام. صوره الدم كويسه، الهيموجلوبين بتاعه نورمال، اذا العيان ده مفيش هيموليسيس خلاص، فبالتالي ايه عشان ما يبقاش ان الجوندس ده ممكن يكون هيموليتك. يبقى انا كل الداتا دي بتساعدني احاول اوصل سبب الجوندس ده، طب يا ترى هيطلع نوعه ايه جوندس ده، هو واضح ان هو لا هو هيموليتك ولا هو كوليستاتيك، اذا ده موست اللي هيكون ايه هيباتوسيلولر تمام. يبقى انا ابدا افكر، والالبومين بتاعه قليل وفي ثرومبوسايتوبينيا تمام، والباراسينثيسيس بتاعه ترانسلت، يبقى انا كده بدات الصوره تتضح قدامي ان يا ترى العيان ده ايه. اول سؤال هنا، what is the most probable diagnosis للعيان اللي قدامي ده، هل هو كاردياك اسايتس ولا تي بي اسايتس ولا سيروتيك اسايتس ولا بانكرياتيك اسايتس؟ طبعا من الداتا اللي فاتت كلها اللي احنا قلنا عين فيه ابدومينال انلارجمنت، اللي هو الابدومينال انلارج ده عرفنا ان هو كان اسايتس، والاسايتس ده نوعه ترانسيودت تمام، والبيشنت فيه اللي هو بايديما وفي جوندس وكان دراوزي تمام، وكان فيه شرانكن ليفر تمام، وفي اللاب بتاعه كان فيه هايبو البومينيميا، وكان فيه بلوبين بتاعه طبعا عالي، والبلوبين ده واضح ان جوندس ده لا هو كوليستاتيك ولا هو هيمونيتيك، وفي ثرومبوسايتوبينيا، بلعين ده هيمشي ايه سيروتيك تمام. يبقى ده كان ايه سيروتيك اسايتس. ليه مش كاردياك؟ هو طب ما هو في اسايتس ورلم بايديما، طب ليه ما يبقاش كاردياك؟ هو قال ان هو ما عندوش كارديوفالمونري سيمتومز، دي حاجه مهمه قوي. والحاجه الثانيه الكومبلين الاساسيه اللي هو جاي بيها الاسايتس، فممكن يكون بدا قبل الايديما هو اللي عامله مشكله، وده كاركترستيك ليفر سيروزس تمام. الحاجه اللي بعد كده في جوندس، في شرانك ليفر، بقيه الداتا كلها واللاب انفستيجيشن الاستيك فلويد ستادي، كل الداتا دي كلها ماشيه مع ايه، مع السيروتيك اسايتس. طب ليه مش تي بي؟ التي بي اسايتس ده بيبقى لوكال كوز، ما بيبقاش جنرالز انسركل، يعني مش هيبقى فيه لين بايديما، مش هيبقى فيه جوندس تمام. الاستيك فلويد ستادي بتاعه التي بي مش هتبقى ترانسفيتد تمام. يبقى كل الحاجات دي ساعدني ان انا اكسكلود بانكرياتك، طبعا ده بعيد عننا خالص لانه هو اصلا لا في ابدومينال بين، وكل الداتا الماشيه دي كلها مع حاجه ايه جنرال كوز للاسايتس اللي هو الليفر سيروز. السؤال اللي بعد كده، يورين اكزامينيشن اوف ذس بيشنت كود ريفيل، لو انا العيان ده رحت مسكت اليورين وعملت له يورين اكزامينيشن، شفته فيزيكال وعملت له اناليسيس، يا ترى ممكن الاقي فيه ايه؟ هل هلاقي دارك كولر يورين ديو تو اكسس يوروبايلانوجين، ولا دارك كولر يورين ديو تو اكسس بيليروبين، ولا نورمال كولر وفي اكسس بيليروبين، ولا هيموجلوبينوريا؟ يا ترى فكروا كده في الاربع اجابات دي، ايه الاجابه اللي ممكن تكون صحيحه من دول؟ الاجابه الصحيحه
dark color urine due to excess bilirubin. طب ايش معنى دي؟ اول حاجه هو العيان الهيباتوسيلولار جوندز العيان ده خلاص احنا قلنا ده هيباتيك وما في الستاتس بتاعه نورمال، هيموجلوبين كويس، اذا ده ماشي في ناحيه الهيباتوسيلولار جوندز. تمام، عشان انا تو اكس تو كونفيرم تعمل ديفرنشال كاونت للبيروبين، تمام، هلاقيه باي فيزيك، فده معناه ايه؟ البيشنت دوت بيبقى فيه دايركت بيروبين زياده واندايركت زياده، فالدايركت ده هينزل في اليورين، والدايركت ده لما بينزل في اليورين بيدي اليورين دارك كولر. لكن ما ينفعش اقول دارك كولر ديو دو اكسس يوروبايلينوجين، لان اليوروبايلينوجين ده اصلا ملوش علاقه بالكولر بتاع اليورين، يعني اليوروبايلينوجين اصلا ملوش علاقه. الحاجه الثانيه هو مش هيكون فيه اكسس يوروبايلينوجين اساسا، لان ده بيحصل في حالات الايه الهيموليتيك جوندس. تمام، يبقى الجمله الاولانيه غلط. طب هل هو نورمال كولر ديو تو اكسس بيلروبين؟ لا طبعا، طالما في اكسس بيلروبين لازم هيبقى دارك كولر، والعيان ده في اكسس بيلروبين لان ده هيباتوسيلولار جوندس، لازم هو هيبقى دارك كولر ديو تو اكسس بيلروبين. هل هيبقى فيه هيموجلوبينوريا؟ لا، دي قصه بعيده عننا تماما. السؤال اللي بعد كده، on general examination you suspect to find ايه من دول؟ هل هلاقي flapping tremors، ولا هل هلاقي white nails، ولا هل هلاقي spider nevi، ولا هل هلاقي all of the above؟ طيب هنا دي معلش يمكن مش مكشوحة، دي مش معمول للبرزنتيشن بتاعها مش كامل، بس هو عموما الاجابه طبعا الحاجات دي كلها الفلابنج تريموز وايت نيز وسبايدر نيفا من مانيفيستيشن بتاعه الليفر سيل فيلير، فبالتالي انا هلاقي ايه؟ كل اللي فات ده، كل ده الاجابه دي اور ذا اباف. اون جنرال اكزامينيشن يو سسبكت تو فايند فلابنج تريموز وايت نيز سبايدر نيفا ولا اور ذا اباف. طيب السؤال اللي بعد كده، از ريجارد اكزامينيشن اوف اسايتس ويتش از ترو، اول حاجه في الاكزامينشن بتاع الاساتيس عموما، لما اجي اعمل اكزامينشن للاساتيس ان جنرال، ايه الصحيح في الجمل دي؟ هل الصح ان اقول اني ماركت اسايتيس از ديتكتد باي بيركشن اراوند امبليكنز اند نيز ان شيست بوزيشن، ولا بايلاترال شيفتنج دولنس از ذا موست سنسيتيف ميثود تو ديتكت مودريت اسايتيس، ولا يونيلاترال شيفتنج دولنس مي انديكيت انسيستد اسايتيس، ولا بي اند سي؟ نمسكهم ايه جمله جمله. اول حاجه انت تتوقع الاجابه تكون ايه؟ بي اند سي، ان هي ايه؟ اني اول حاجه اللي هي البايلاترال شيفتنج دولنس، دي طريقه سنسيتيف جدا ان انا تو ديتكت مودريت اسايتس، دي الطريقه الاساسيه للاكزامينشن بتاع الاسايتس. الجمله الثانيه اللي كانت صحيحه ان هو ايه؟ ان انا لو في يونيلاترال شيفتنج دولنس ده طبعا ممكن يكون سبب انسيستد اسايتس، ده اكيد من ضمن الاسباب بتاعه اليونيلاترال شيفتنج دولنس اللي موجوده على ناحيه والثانيه لا، ان في سيست هنا والفلويد بيتحرك فيها والناحيه الثانيه ما فيش حاجه. تمام، لكن الجمله الاولانيه كانت غلط، ان انا طبعا ان انا اعمل اكزامينشن للماركت اسايتس بالبركشن العيان وهو في نيشست بوزيشن اراوند الامبلكس، لا طبعا دي الطريقه اللي بفحص بيها المايلد اسايتس. امال الماركت اسايتس بفحصه بايه؟ بفحصه بحاجه اسمها ترانسميتد ثريل. السؤال اللي بعد كده، as regard this patient which statement is true، العيان اللي احنا خلاص عرفنا دلوقتي ان هو عيان سيروتيك وفي اسايتس، انهي جمله من دول الصحيحه؟ اول حاجه بروثرومبين تايم از موستلي برولونجد، ولا ابدومينال التراساوند از امبورتنت تو كونفيرم ذا بريزنس اوف ليفر سيروزز، ولا سبلينوميجالي كود بي ديتكتد باي التراساوند ايفن اف نوت كلينيكالي بالبابل، ولا اول ذا اباف؟ ايه رايكم؟ اعتقد الاجابه واضحه جدا ان هي هيكون ايه؟ كل ايه جمل البروثرومبين تايم اكيد برولونجد، السونار مهم جدا جدا عشان تو كونفيرم الليفر سيروزس، تمام، واني ممكن سبلينوميجالي، يعني انا السبلين احنا قلنا في المرحله ان هو مش كلينيكالي بالبابل، بس هل ده معناه ان هو مش لارج؟ لا طبعا، لان انا ممكن السبلين عشان عشان يبقى اللارج يبقى بالبابل لازم الحجم يزيد اكتر من تقريبا 3 اضعاف، لكن انا يبقى اللارج وما احسوش واشوفه في السونار عادي، فعشان كده اول ذا اباف ايه هي الاجابه الصحيحه. To search for the etiology of this disease you will request، انا عشان ادور على الاتيولوجي بتاع الديزيز ده مطلوب مني اعمل ايه بقى؟ investigations. خلاص ده عيان ليفر سيروزس وهو في ليفر سيل فيلير، انا عايز ادور على الاتيولوجي بتاع الليفر سيل فيلير ده، وفي نفس الوقت العيان كان عامل هيستوري، كان فيه هيستوري ابندكتومي من 30 سنه، يبقى دي سورس للترانسميشن، ممكن تبقى هي نقلت له كرونيك فايروس هيباتايتس سواء بي او سي وهو اللي دخله في ليفر سيروزس. تمام، مع الوقت طبعا الطويل بدا يخش في ليفر سيروزس. تمام، طب انا بقى ايه السكريننج، انا الماركرز اللي بعمل بيها سكريننج الهيباتايتس بي والسي ايه هم؟ هل هعمل له هيباتايتس سي فيروس انتي بودي وهيباتايتس بي اي انتيجين، ولا هيباتايتس بي سيرفيس انتيجين وهيباتايتس سي فيروس انتي بودي، ولا هيباتايتس سي كور انتيجين وهيباتايتس بي سيرفيس انتيجين، ولا هيباتايتس سي فيروس انتي بودي والهيباتايتس بي اي انتي بودي؟ ركزوا فيهم كده كويس ونعرف ايه الماركة اللي انا بستخدمه.
الهيباتيتس سي السكرينينج ماركر بتاعه الهيباتيتس سي فيروس انتي بودي، مفيش غيره. لكن انا تو كونفيرم يعني الانتي بودي ده زي ما احنا عارفين دي حاجه مش بتروح، فلو عيان خدت اكيوت انفكشن في يوم من الايام هيبقى عنده انتي بودي ومش هيمشي. فتو كونفيرم لما الاقي حد عنده هيباتيتس سي انتي بودي عبد اعمل له ايه، بي سي ار، ادور على هيباتيتس سي فيروس ار ان ايه. لكن كان في البدايه السكرينينج بعمل هيباتيتس سي فيروس انتي بودي. طب الهيباتيتس بي ايه اللي بدور بيه؟ الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين. الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين هو ده الماركر اللي بدور فيها حالات الكرونيك هيباتيتس. طالما بوزيتيف يبقى العيان ده عنده كرونيك هيباتيتس. لكن بقيه الانفستيجيشنز بقى الماركرز بتاعه الهيباتيتس بي، لما اقروا الدرس بقى بتاع الكرونيك هيباتيتس هتعرفوا ان كل ماركر بقى ليه حاجه معينه. مثلا الهيباتيتس بي اي انتيجين ده بتاع الانفكتيفيتي، واذا كان عنده انفكشوس ومش انفكشوس بحدد بين ستيج بتاع الديزيز نفسه، تمام، قصه ايه تانية. لكن انا عشان اعمل سكرينينج لعيان عنده هيباتيتس بي كرونيك هيباتيتس بي ولا لا، بعمل هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، اعمل سكرينينج للسي بعمل هيباتيتس سي انتي بودي. طيب دايجنوستيك باراسينثيسيس اوف ذس بيشنت مي ريفيل، هو قال لي ان هو عمل دايجنوستيك باراسينثيسيس وان هو طلع فيه ترانسيوتيت، تمام، الالبومين بتاعه قليل والخلايا نفسها السيلز نفسها قليله. ايه كمان ممكن الاقي فيه؟ هل الاقي الساج اكتر من 1.1 ولا الساج اقل من 1.1 ولا هاي ليفل اوف ادينوزين دي امينيز ولا واحده من دول نون اوف ذا اباف؟ طيب ده نوع الاسايتس بتاع العيان ده ايه؟ العيان ده سيروتيك، اذا ده عنده بورتال هايبرتنشن، اذا ده هيكون نوع الاسايتس اللي فيه ايه؟ بورتال هايبرتنشن اسايتس. البورتال هايبرتنشن والنون بورتال هايبرتنشن دي بنقسمها على حسب الساج، تمام. الساج طبعا لو احنا زي ما احنا كنا فاكرين لو اكتر من 1.1 جرام بير دي سي لتر يبقى دي بورتال هايبرتنشن، اقل من 1.1 يبقى دي نون بورتال هايبرتنشن اسايتس. العيان ده في انهي كاتيجوري من دول؟ ساج اكتر من 1.1 ده بورتال هايبرتنشن اسايتس. لكن الادينوزين دي امينيز ده لا، ده انزيماتيك اكتيفيتي بلاقيها عاليه في حالات التي بي اسايتس، ملناش علاقه هنا ايه بيها خالص، تمام. طيب كده تقريبا الحاله الاولانيه استعرضناها سريعا كده، والاسئله اعتقد الامور واضحه وبسيطه ان شاء الله. الكيس نمبر 2، a 38 years old woman presented with symptoms of night fever, fatigue, anorexia and unintended weight loss for 3 months. After this, she had a progressive increase in size of her abdomen with generalized colicky abdominal pain associated with bloating. يبقى البوزيتيف داتا العيانة دي فيميل 38 سنة، والأساس بتاعها جاي بتشتكي من عندها من 3 شهور night fever وعندها anorexia وعندها weight loss unintended، هي مش متعمدة، هو weight loss بتخس بقالها ايه 3 شهور، تمام. طيب وكمان بعد كده بدأت تلاحظ ان في progressive abdominal enlargement، progressive abdominal enlargement، تمام، ومعاه كمان colicky abdominal pain، جراز colicky abdominal pain، تمام، ومعاه distension، في abdominal enlargement معاه شوية GIT symptoms بالإضافة إلى ايه الأنوركسيا والنايت فيفر والويت لوس. On physical examination, the patient had a blood pressure of يعني هي vital signs ساعتها في معادن temperature كانت 38، كانت في fever لكن في معادن pulse pressure كويسين. She was alert without neurological deficits or cardiopulmonary disorders. الابدومين بقى كانت prominent، كانت في enlargement زي ما احنا شايفينها يعني كان واضح بالinspection. ما فيش collateral circulation، دي طبعا موجودة اوقات في حالات البورتال hypertension، ولكن فيها ايه positive shifting dullness، يعني كان في abdominal enlargement وانا بالبركشن لقيت فيها bilateral positive shifting dullness. There was generalized deep pain برضو، شوية pain كده on palpation، شوية tenderness بسيطة، بس ما فيش signs of peritoneal irritation، يعني ايه يعني ما فيش rigidity، الابدومين بتاعتها كانت لاكس خالص، في شوية tenderness بسيطة كده بس كانت لاكس جدا. No masses organomegaly or hernias، ما كانش في اي abdominal masses ولا حسنا اي organomegaly. واللور extremities were without edema، يبقى ده معناه ايه؟ هو هنا عايز يقول لي ان دي localized ascites، يبقى هنا الداتا الموجودة في الexamination العيانة فيها fever ولوكالايزد اسايتس وشوية abdominal tenderness بسيطة، دي تمام ايه الداتا، بالاضافة ان يعني فيها اسايتس لان فيها bilateral positive shifting dullness، تمام. يبقى احنا عرفنا العيانة دي كده، جمعنا الداتا كلينيكال بتاعتها ان هي النايت فيفر والانوركسيا والويت لوس، تمام، والابدومينال انلارجمنت والابدومينال بين. الداتا في الاكزامينشن الفيفر، تمام، بالاضافه الى ان فيها شويه ابدومينال انلارجمنت طلع فيها ايه اسايتس، طلع فيها اسايتس، تمام، وشويه تندرنس بسيطه لكن ما فيش لولين بايديما، اذا انا قدام حاله لوكالايزد اسايتس ومعاها ايه فيفر. اعتقد برضو الامور بدات ايه توضح شويه. Initial blood results كل اللي اتعمل لها كان كويس ك initial investigations، السي بي سي كانت كويسه، الالبوم كويس، liver enzymes كويسه، بقيه الداتا كل اللاب investigation كان كويس، تمام، اللي اتعمل ك initial. الابدومينال الالتراساوند شود كان فيه ايه
moderate ascites with adhesions. يبقى ناخد بالنا ان هو كان فيه ascites كان فيه adhesions، تمام، كان فيه شويه adhesions متشافه بس مش عماله insistent ascites، زي انا حسيت ان فيه shifting جدا الناحيتين، لكن فيه شويه adhesions دي تبقى حاجات انه موجوده مع الفايبروزز، تمام، مع الكرونيسيتي، تمام، بالاضافه فيها ايه mesenteric lymph nodes كمان موجوده بالاضافه لومنتم thickened. حاجات طبعا واضحه جدا، امور واضحه هنا عشان برضو ما ايه بتوضح الصوره اكتر كل مدى. عملنا لها upper and lower GI endoscopy عشان شويه الابدومنال البين اللي عندها والكلام ده ترى ما مفهومش حاجه. السؤال بقى الداتا اللي احنا قلناها دي ان في لوكالايزد اساس وفي برو انوركسيا ويت لوس والكلام ده تمشي ايه اكتر مع وفي اديجنز في السونار وميزنتريك لينفونودز والكلام ده تمشي ايه اكتر بقى مع دول؟ تنفع كارديك اسايتس، تنفع تي بي اسايتس، تنفع سيروتك اسايتس، ولا تنفع نيوتريشنال اسايتس؟ هو مبدئيا واضح ان انا ماشي حاجه لوكال كوز اوف اسايتس، والوحيده بدول اللي تمشي مع لوكال كوز تي بي اسايتس هو اكتر حاجه تمشي مع الفيبر انوركسيا ويت لوس والكلام اللي احنا قلناه ده. لكن هي كارديك دي ما فيهاش اللي هو الليمبي ديما اساسا، ولا كارديوبالمونري سيمتومز ولا الكلام ده، ولا هي سيروتك برده ما فيش جنرالز اثار، الليفر فانكشن بتاعتها كانت كويسه جدا ما فيش اي حاجه، ولا نيوتريشنال عينا فيها البروتين والالبومين والامور كويسه جدا، هي جاست ان هي ايه ماشي اكتر حاجه مع ايه مع تي بي. طيب السؤال الثاني ذا نيكست ستيب تو كونفيرم يور دايجنوز از تو ريكويست. النيكست ستيب يعني ايه؟ انا عملت شويه الانيشال انفستيجيشنز اللي في الاول دي صوره الدم على الليبر فانكشن والكلام ده، وبعد كده كان في على فكره في الانفستيجيشنز ان انا اتعمل الاي ان اي والانتي سموث ماسل انتي بودي، دول برده مهمين جدا تو اكسكلود الاوتو اميون، لان الاوتو اميون ممكن يعمل ايه سيروسايتس، تمام، ودي برده هيجي ممكن يبقى فيها فيفر برده ويبقى فيها ابدومينال انلارجمنت تبقى لوكال كوز اوف اسايتس برده، فدي من الاسباب اللي احنا عشان كده عملنا فيها ايه الاي ان اي والانتي سموث ماسل، تمام. طب بعد كده بقى انا عايزه النيكست ستيب، يعني مش هقول لك الدياجنوستيك بس في شويه حاجات ناقصه، في شويه حاجات ناقصه ما اتعملتش في العينه دي، تمام، قبل ما ادخل على المور انفيزيف في شويه حاجات ناقصه. ايه هي؟ هل هعمل لها توبيكلين تيست؟ هل هعمل لها دياجنوستيك باراسنتيسيس؟ هل هعمل شيست اكس راي ولا هعملهم كلهم؟ ايه رايكم؟ اكيد هعملهم كلهم. ليه؟ توبيركلين تيست طبعا ده مهم جدا، سكرينينج تيست للتي بي لما بيبقى السايز بتاع بيديني بوزيتيف اكتر من 1.5 سنتي، دي طبعا من الحاجات الكويسه جدا مع تي بي. الشيست اكس راي مهمه جدا لان ممكن يكون البرايمري اصلا في اللنج، ده يعني ممكن الاقي فيها هايلر لينف نودز برده زي ما كان فيها ميزنتريك لينف نودز، تمام. الباراسنتيسيس ده لازم، ما ينفعش حاله اسايتس فور انفستيجيشنز ما تعملهاش دايجنوستيك باراسنتيسيس. انا دلوقتي شفت كلينيكال داتا تقريبا بس اللي قدامي، اللاب لسه مفيش اي حاجه عندي، بص مفيش حاجه توضح لي طب يا ترى يطلع ايه، لازم اشوف الدياجنوستيك باراسنتيسيس للهاله. طيب السؤال اللي بعد كده لو دياجنوستيك باراسنتيسيس بقى للهاله ممكن يوريني ايه؟ انا حاله خلاص فكرت انها موستلي ماشيه ناحيه اي تي بي اسايتس، هيوريني كله اكسبت الحاجه اللي ما تبقاش موجوده في الحاله دي. اول حاجه هل هلاقي فيها الحاجه الغلط اللي هي مش موجوده؟ هل انا ما الاقيش فيها ليكوسايتوزس وليمفوسايتوزس، ولا هل ليكوسايتوزس وذ نيوتروفيليا، ولا هاي ليفل اوف ادينوزين دي امينيز اكتيفيتي، ولا هاي بروتين ليفل والساك بتاعها 8.10 جرام بالديسيليتر؟ ايه رايكم؟ احنا بنفكر في ان الحاله دي ماشيه ناحيه تي بي اسايتس، تمام، تي بي اسايتس. طيب نمسككم كده ايه بحاجات من تحت لفوق، همسك باول نمبر دي، هل انا متوقع في تي بي اسايتس ان انا الاقي هاي بروتين ليفل؟ ايوه طبعا متوقع جدا الاقي هاي بروتين ليفل، ده اكزوتيد، والساك بتاعته 8.10، 8.10 دي معناها ان ايه؟ نون بورتال هايبرتنشن. ايوه طبعا، اذا الجمله دي صحيحه، يبقى انا هلاقي في الحاله دي، يبقى لا مش هي دي المطلوبه، انا هشوف ايه الحاجه الاكسبت، الحاجه الغلط. طيب هل هلاقي فيها هاي ليفل اوف ادينوزين دي امينيز اكتيفيتي؟ انا لسه قايله من شويه ان ادينوزين دي امينيز ده انزيم سبيسيفيك للحالات اللي هو ايه خاص بحالات التي بي، بيبقى عالي في حالات التي بي. طيب هل هلاقي فيها ليكوسايتوزس ونيوتروفيليا؟ هو انا هلاقي ليكوسايتوزس بس ايه رايكم في التي بي؟ قلنا قبل كده الديفرنشال كاونت بتاع البلد سيلز بيبقى نيوتروفيليا ولا ليمفوسايتوزس؟ يبقى ليمفوسايتوزس، تمام. يبقى الجمله الخاطئه انه ما الاقيش فيها ليكوسايتوزس ونيوتروفيليا، تمام. طيب ساج، لما اجي احسب الساج اللي احنا قلنا عليه من شويه بحسبه ازاي؟ كالكوليتد از فولوز. نفتكر كده يعني ايه ساج؟ ساج دي سيرم اسايتس البومين جريدينت، هي الجمله كده لما افهمها انا هعرف احسبه ازاي على طول. يا ترى انهي واحده من دول؟ هل بتحسب سيرم البومين ديفايدد باي استيك البومين على استيك البومين يعني، ولا استيك البومين على سيرم البومين، ولا سيرم بروتين ماينس استيك بروتين، ولا سيرم البومين ماينس استيك البومين؟ هي مبدئيا سيرم اسايتس البومين جريدينت، جريدينت دي يعني الفرق بين حاجه وحاجه، يبقى هي مش على خالص، مش ديفايدد باي، يبقى ايه وبي دول غلط، تمام. هي اما سي يا اما دي. طيب مين هي؟ اسمها سيرم البومين اسايتس جريدينت،
خلاص، او سيرم اسايتس البومين جريدينت، يبقى هي سيرم ناقص السيرم الاول ناقص الالبومين، وايه اللي بشوفه ناقص معلش سوري السيرم الاول ناقص الاسايتس، وايه اللي بشوفه الجريدينت اللي فيهم الالبومين، يبقى انهي واحده صحيحه؟ سيرم البومين ناقص اسيتيك البومين. الفرق ما بين الالبومين اللي في السيرم واللي في الاسايتس. The diagnostic test for this case is ايه بقى؟ انا قلت ان كان في سؤال من شويه ايه next step، الخطوات اللي الحاجات الناقصه هكملها اللي لازم تتعمل، لكن ايه بقى الدياجنوستيك تيست؟ انا خلاص عملت البارسنتيسز وعملت شفت دي ادوزين دي امزيز كان عالي ومش لقيته اكزيت والكلام ده، والكلينيكال داتا بتاعتي انا وسونار كل ده بيقول ان دي موستلي تي بي. طب انا عشان اشخص تي بي ما ينفعش الكلام ده كله، لازم اشوف يبص الله تمام واعمل دايركت سمير، دايركت سمير افحص بيها اشوف الـ على الزل نيلسن ستين اشوف التي بي باص الله، وممكن بعد كده كمان ان انا اعمل ايه باثولوجيكال اكزامينشن واشوف ايه بالهيستوباثولوجي ادور على تي بي جرانيولوما اللي هي اسمها كازيتنج جرانيولوما فحصها بكتيرولوجيكال باثولوجيكال. هجيبها منين السامبل دي؟ هل تنفع من استيك فلويد؟ شوف كده الاوبشنز اللي عندي، هل هعمل ابر جي اندوسكوبي ولا هعمل ابدومينال لابروسكوبي ويت بايوبسي تمام، ولا هعمل ليفر فانكشن تيست، ولا هعمل استيك فلويد كالتشر؟ طيب نمسكهم اول حاجه، نمسك مثلا ليفر فانكشن تيست، دي مش تمام خالص مش هتشخص لي اكيد تي بي طبعا باي حال من الاحوال. طيب لو انا عملت ابر جي اندوسكوبي، هو البيشن ده احنا قال لنا في الحاله ان هو اتعمل ابر جي اندوسكوبي واللور كانوا فري، ده غير ان هو تي بي لو فرضنا ان هو البرايمر بتاعه في الجي اي تي تمام بيبقى انتستين، يعني مش هيبقى في الابر جي اصلا لو فرضنا ان مش دايما بيبقى البرايمر بتاعه انتستين. طيب هل اعمل استيك فلويد كالتشر اللي هي نمبر دي؟ طيب انا لو خدت الاستيك فلويد هي السامبل بتاعتي، الاستيك فلويد في حالات التي بي اسايتس بيبقى رياكشن، فبالتالي مش هيبقى فيه باسيلاي كتير، باسيلاي فيه سكانتي، سكانتي قليله جدا. لو انا مسكتها وعملت له منه كالتشر او عملت منه دايركت سمير وفحصتها تحت الميكروسكوب بالزل نيلسن ستين كل ده يطلع نيجاتيف، مش هشوف فيه حاجه، فمش هينفع اخد السامبل بتاعتي افحصها بكتيرولوجيكال اكزاميشن من استيك فلويد. فاضله ايه؟ ابدومينال لابروسكوبي وبايوبسي تمام، ان انا اعمل منظار البطن واخد بايوبسي. البايوبسي اخدها منين؟ هو قال لي من شويه في الحاله ان كان فيها ميزنتريك لينف نودز، ميزنتريك لينف نودز دي كويسه جدا، هلاقي فيها سنترال كازيتنج جرانيولوما بتاعت التي بي اقدر افحصها، ممكن الاقي التي بي جرانيولوما نفسها تيوبركلوما دي نفسها ممكن الاقيها في البروتونيوم نفسه، ممكن اشوفها فين. المنظار بيوريني كل حاجه، بيوريني ادجيشنز تمام، واقدر اخد من اللي هو ايه من الليجنز اللي قدامي بايوبسي وافحصها باكتيرولوجيكال اكزامينشن وافحصها باثولوجيكال اكزامينشن اشوف الكلام اللي انا قلت عليه من شويه، وده يبقى كده الدياجنوستيك تيست اللي اقدر احلف بين الحاله دي ايه تي بي. كده خلصوا الحالتين اللي انا كنت حابه استعرضهم معاكم، ان شاء الله يكون امور بسيطه ونكون استفدنا منها، وكل سنة طيبين، نسأل الله لنا ولكم العافية. شكرا جزيلا.